السوريين لبعض، معي أنا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين. مرحبا. ظروف النزوح يلي انفرضت على عدد كتير كبير من السوريين أثرت بشكل كبير على تعليم الأطفال. مشان هيك أطلقوا مجموعة من المتطوعين بمدينة نوى بريف درعا مبادرة بذرة نماء، يلي بتركز على تعليم الأطفال ودعمهم نفسياً بعد تشتت الحالة التعليمية وتسرب عدد كتير كبير منهم من المدارس. تبلورت المبادرة سنة 2015 وكان الهدف الأساسي منها التركيز على التعليم، بس لاحقاً أدركوا القائمين على المبادرة الحالات النفسية الصعبة يلي عم يمروا فيها كتير من الأطفال، ومن هون بلشت الأفكار تتطور باتجاه سد الاحتياجات التعليمية للأطفال بمرحلة الروضة وبعد صفوف التعليم الأساسي، وكمان المشاركة الفاعلة بمختلف نشاطات الدعم النفسي، بالإضافة لحملات توعية ودورات مختلفة لتتحول بهالطريقة المبادرة لمنظمة نواتها تعليم الأطفال ودعمهم نفسياً. القائمين على المنظمة هن 15 مدرب ومدربة، معظمهم خاضعين لدورات مكثفة بمجال الدعم النفسي. الأطفال بمرحلة الروضة هن من أبرز الفئات اللي بتهتم فيها مؤسسة بذرة نماء، وبيقوم كادر المؤسسة على تهيئة هدول الأطفال للدخول للمدرسة. وكمان بتهتم المؤسسة بالأطفال المتسربين وبتحاول ترجعهم على المدرسة، بالإضافة للأطفال اللي بيعانوا من صعوبات بالتعلم يلي بتشتغل مؤسسة على تقييم مستوياتهم وتعليمهم كل مين بحسب مستوى ومن خلال أنشطة مدروسة، وهذا بالنسبة للتعليم. أما بالنسبة للدعم والعلاج النفسي فمؤسسة بذرة نماء بتدعم الأطفال نفسيا اللي بين عمر 6 سنين ل 13 سنة من خلال مراكز الدعم النفسي، وكمان أنشأت المنظمة مركز لمعالجة التوحد بيشرفوا عليه مختصين بيطبقوا برامج محددة. هالمركز عم يزداد الإقبال عليه من مختلف مناطق ريف درعا، ومشان هيك بيعتبروا تطوره من أهم أولويات المؤسسة بالفترة الحالية. ولأنه أعمال المؤسسة مع الأطفال قائمة على الأنشطة، فالمنظمة دائما عندها أنشطة جديدة للأطفال، آخرها مثلاً معرض خربشات طفولية لأعمال يدوية وإعادة تدوير المخلفات، واللي اشتغل الفريق على تحضيره مع الأطفال لمدة 3 شهور. وفي نشاطات تانية جديرة بالاهتمام عم ينفذها فريق بذرة نماء، فيكن تعرفوها من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة بالمنظمة واللي بتحمل اسم بذرة نماء للتعليم والدعم النفسي وتمكين المرأة. ولا تنسوا انه اي شكل من اشكال الدعم اللي بيتنفذ وبيتقدم وبتقدروا تقدموه لاي مؤسسة سورية عم تشتغل للسوريين بيعني انه نحن كنا ورح نبقى سوريين لبعض. سلام. سوريين لبعض، معي انا بسام داوود لنحكي عن مبادرات أنفي السوريين للسوريين.